لنقاش الموضوع. ينضم إلينا من لندن الدكتور فؤاد عبد الرازق الكاتب الصحفي. دكتور فؤاد مرحبا بك معنا من جديد. ما مدى جدية هذا الكشف فعلا عن هذا النشاط الصيني داخل البرلمان الذي يقول برلمانيون بريطانيون بارزون إنه يحمل تهديدا كبيرا؟ مرحبا أستاذ بهاء. في الواقع هذه القصة غريبة بعض الشيء نظرا لندرتها. المعهود أن بريطانيا عادة تتهم روسيا وليس الصين بعمليات التجسس من هذا القبيل، خاصة التجسس الإلكتروني. أما الآن فقد جاء الدور على الصين في هذه القصة الغريبة. الغرابة أن وزير الأمن الداخلي والمسؤول في MI5 يعني يتفاخر بأنه توصل إلى هذه النتيجة ويقول أن هذا يثبت أن لبريطانيا يعني اليد العليا في العمليات الاستخباراتية. رغم معرفة الجميع بالعميلة لي واتصالها ليس فقط بحزب العمال ولكن بحزب المحافظين كذلك، ولكن الأمر منصب أكثر على أعضاء حزب العمال الذين قبلوا بالفعل مبالغ مالية من السيدة العميلة لي، وهم يعرفون تماما أنها عضو كبير في الحزب الشيوعي الصيني ولهم علاقات جيدة معها. موضوع اختراق البرلمان طبعا ينطوي على خطورة كبيرة لأنه من الداخل وليس يعني من الخارج، والهدف منه التأثير على أعضاء البرلمان سواء في مجالات أخرى ليس بالضرورة أمنية، ولكن ربما تكون في تسهيل عمليات اقتصادية أو عمليات تجارية أو اتفاقيات مع الشركات الصينية. هناك شيء من هذا. عملية التبرع بالأموال ليست غريبة، يعني ليست جريمة هنا، لأن الموسورون وكذلك أصحاب النفوذ داخل الحزب يتبرعون عادة لهذه الأمور. أما أن تصل إلى تعامل مع عضو في الحزب الشيوعي الصيني هو الأمر المستغرب. بطبيعة الحال الجانب الصيني بينفي هذا الكلام، بل إن أحدهم سخر وقال يبدو أنهم يعني يشاهدون كثيرا أفلام جيمس بوند، يعني نظرا يعني لتفاهة الحدث بالنسبة لهم، ومنفون أنهم لا يتدخلون عادة بهذه الطريقة في الشؤون الداخلية لأي دول. الكشف أمني عن الموضوع لا شك دكتور فؤاد، لكن الإعلان عنه كون غالبية المتورطين هم من حزب المعارضة العمال، ويأتي الكشف أيضا والإعلان في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لحزب المحافظين وللحكومة ورئيسها، هل يمكن للكشف عن هذا الموضوع الآن أن يكون مدفوعا سياسيا فعلا بهدف التغطية على كل الجدل الذي يحيط بأداء هذه الحكومة وتورط نواب سابقين محافظين بقضايا أيضا لها علاقة بدفع الأموال من شركات خارجية وتورط الحكومة بكثير من الفضائح؟ ما إمكانية أن يكون الأمر مدفوعا سياسيا فعلا؟ ربما يكون في هذا الشيء منه، لأن المصائب لا تأتي فرادى على حزب المحافظين وعلى رئيس الوزراء بوريس جونسون. وبعد هذه الاعتذارات فربما يجد الحزب يعني ضالته المنشودة في إثارة هذه القضية، ولا نعرف أي أساس لها من الصحة، لأنها تبدو كما قلت في البداية غريبة بعض الشيء، فربما تلهي الناس عن قضية الاعتذارات، ولكن هناك اعتذارات جديدة تصدر كل يوم، فربما لن يكون التأثير كبيرا لأن بوريس جونسون يحتاج إلى فتح كبير كي يحسن صورته أمام المجتمع البريطاني، ولا أعتقد أن نجاحا استخباراتيا بهذا الحجم الذي يعتبر بسيطا رغم خطورته لأنه داخل البرلمان في أنه يداري على هذه الأمور، لا أعتقد أن هذا الحادث يمكن أن يصرف المجتمع عن هذه الاعتذارات وما إلى ذلك من تبرعات وشراء لقاحات. يعني هناك الكثير حقيقة من القضايا التي تندرج تحت قضايا الفساد. تفضل بالبقاء معنا دكتور فؤاد. نمضي إلى موضوع آخر، في إذ اهتمت الصحف البريطانية أيضا بمصير الأمير أندرو بعد قرار الملكة تجريده من مهامه لمواجهة المحاكمة التي تنتظره بتهم الاعتداء الجنسي على قاصر. وعنونت الصحف الغارديان: الملكة تجرد أندرو من مهامه العسكرية والملكية. الاندبندنت:
أندرو يفقد الألقاب العسكرية ورعاية الملكة. الديلي ميل: أندرو طرد بناء على طلب تشارلز. أما تايمز فعنونت: أندرو يهان بعد قرار الملكة تجريده من ألقابه. أعود لضيفنا الدكتور فؤاد عبد الرازق. دكتور فؤاد، الأمير أندرو أو أندرو الآن، هل قرار الملكة بتجريده من ألقابه هل حمل مفاجأة ماذا؟ لم يحمل مفاجأة، بل إنه القرار السليم. لم يكن أمام الملكة بد من تجريده من ألقابه الملكية ومن كافة الرتب العسكرية، وأمرته بإعادة كل هذا إلى الملكة لكي يوزع على أناس آخرين. الفضيحة كبيرة، خاصة بعد أن يعني خسر القضية في الولايات المتحدة وأنها أصبحت قضية مدنية، ومن هنا سارعت بنزعه الألقاب كي يتصدى لهذه القضية بثوبه المدني لا بثوبه الملكي. لم يكن هناك بد أمام الملكة، وأعتقد كما قلتم أن برنس تشارلز هو الذي أوعز بذلك، لأنها تمس صورة الملكة، تمس صورة العائلة الملكية، فكان لابد من إجراء حاسم في هذا الموضوع. هذا خلافا لما حدث مع برنس هاري الذي خرج طبعا بكرامته، ولكن ليس بناء على فضيحة جنسية مثل هذه الفضيحة المدوية. الصحف كلها كما ذكرتم تجمع على أهمية هذه الخطوة لتصحيح الصورة الخاصة بالعائلة الملكية. هل هذا القرار في هذا التوقيت بانتظار مسارات المحاكمة المنتظرة، هل يشي بأن المعطيات ربما تسير بأندرو الآن نحو الإدانة في ختام هذا المسار القضائي أم ماذا؟ القاضي حقيقي مصر على أن يفحص القضية، ويبدو أن المتهمة عفوا التي دعت عليه تقول أنها لا تريد حتى التصالح خارج المحكمة، بمعنى تسوية مالية. ومن هنا القاضي لا يرى إلا أن تتم متابعة الأمير أندرو أو أندرو الآن في المحكمة، وعليه أن يأتي ويدافع عن نفسه. هو ينكر كل هذه الادعاءات، ولكن البينة على من ادعى في هذه المسألة. أما الصورة قد تشوهت، أيا كان الحكم الذي سيصدر عليه، لا أعتقد أن هناك عودة لحياته الملكية والعسكرية وهذه الألقاب، لأن الضرر كان كبيرا ويتخطى حدود هذه المحاكمة. لطالما أحاط الجدل بالعائلة المالكة وأعضائها، لكن هذه المرة هل تفلح الملكة فعلا في إبعاد العائلة عن كل هذا الصخب وفي تحسين الصورة الحاضرة حول أداء أفرادها؟ في الواقع الملكة أسقط في يدها كما أسقط في يد برنس تشارلز، ولكن التاريخ الملكية مليء بهذه الأمور المحرجة، ليس فقط بالنسبة لأندرو ولكن بالنسبة لآخرين حتى على مسار التاريخ. ولكن تصحيح هذه الصورة يحتاج إلى اختراق كبير ودفعة قوية، ولكن هذا الإجراء ربما يحسن الصورة لأنه الإجراء السليم في الوقت السليم، نظرا لجسامة الجريمة المتعلقة باغتصاب فتاة قاصر. فهذا أمر في حد ذاته المجتمع ينظر إليه بكافة طوائفه، سواء الذين يؤيدون الملكية أو الذين لا يؤيدونها، في أن هذا الأمر جد خطير ويجب اتخاذ إجراء كبير ضد أندرو. شكرا، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا اليوم من لندن الدكتور فؤاد عبد الرازق الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.